مساء الخير على كل مشاهدي برنامج التحدي. حلقتنا النهاردة هتكون حلقة طبية، هنتكلم فيها عن دهون، عن شفط دهون البطن، وهنتكلم فيها عن نحت القوام. هيكون النهاردة مع دكتورتنا النهاردة دكتورة فاطمة محجوب، وهنتكلم فيها عن حاجات كتير قوي 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 تخص الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. بس قبل ما ابدا النهارده حلقتنا النهارده، احب طبعا ارحب بزميلتي ميسه. اهلا وسهلا ميسه. اهلا بيك يا استاذ رمضان، كل سنه وانت طيب، وكل سنه والاخوه الاقباط كده كل سنه وهم طيبين، وعيد ميلاد مجيد عليهم ان شاء الله. الحقيقه بقى زي ما زميلي استاذ رمضان قال، احنا معانا النهارده موضوع مهم جدا جدا، يعني تقدروا كده تقولوا الى ما لا نهايه. حلقتنا النهارده عن الناس اللي عايزه تعيش بجسم رشيق، عايزه تعرف تلبس كويس، تعرف تعيش بصحه جيده. النهارده هنتكلم عن مشاكل السمنه والنحافه، هنتكلم عن الناس اللي جربوا طرق كتيره جدا في انقاص الوزن ولكن للاسف فشلوا. بالتحديد هنتكلم عن شفط الدهون ونحت وتنسيق القوام، ولكن من خلال ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني دكتوره فاطمه محجوب استشاري جراحات التجميل. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا ميس، اهلا بك، نورتينا وشرفتينا وسعتينا بلقاء حضرتك. ميرسي كلك ذوق، ميرسي خالص كلك ذوق، اتشرفت بيكم. ميرسي. اهلا بك وكل سنه والجميع بخير. بمناسبة السنة الجديدة وبمناسبة عيد الميلاد المجيدة، كل سنة والإخوة المسيحيين والمصريين كلهم بخير، وربنا يجعل أيامنا كل عيد إن شاء الله دايما. يا رب يا دكتور يا رب. وطبعا برحب بزيفي بزميلي أستاذ يوسف. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، أهلا بيك. كلمينا أكتر كده يا دكتور بقى عن شفط الدهون ونحت وتنسيق القوام. بصي يا مدام ميسة، نحت القوام ده عنوان كبير، أو تنسيق القوام عموما عنوان كبير يطلع منه كده أسهم كتير. أصل احنا بنتكلم على الجسم كله، ثدي، بطن، ظهر، رجلين، ايدين، الجسم ككل. هنختار منه حته بقى نتكلم فيها النهارده اللي هي فيما يختص بشفط الدهون. تمام. مين اللي ينفع يعمل شفط دهون؟ امتى ما يبقاش عندي حل غير شفط الدهون؟ امتى اقول لا ما ينفعنيش شفط الدهون؟ هل في وسائل مساعده مع شفط الدهون تخليني اوصل لنتائج افضل؟ فكل ده ممكن نتكلم عنه، ممكن نحكي عن تبعاته بالتفصيل، وما بعد العمليه وما قبل العمليه والتحضير، حاجات مهمه جدا يا دكتور. كل التفاصيل وكل الاسئله اللي بتدور في ذهن الناس، وفي وسطها مع الاسف افكار مغلوطه كتير عايزين نوضحها. علشان نبقى وصلنا معلومه متكامله للناس. اكيد. اسالي بقى، اسالي على انت. طب لو قلنا دكتور ايه هي عمليه شفط دهون البطن؟ بص حضرتك، عملية شفط دهون البطن زي عملية شفط دهون من أي حتة، هي الفكرة كلها بتتلخص في إنه أنا عندي كتلة دهون زيادة غير متناسقة مع جسمي. تمام. بشيلها. حدي حضرتك مثال شهير، الناس اللي عندها جناب عالية شوية. تمام. وبتضايقها في اللبس ومخليها شكلها مش حلو ولعبة رياضة. أقول لحضرتك حاجة، خلينا نحط قاعدة عامة. تمام. لو مكان ينطبق عليه الأربع جمل دي، أنا وأنا تخين المكان ده مضايقني، وانا رفيع المكان ده مضايقني. تمام. انا جربت رجيم والمكان ده مش مستجيب، ولعبت رياضه والمكان ده مش مستجيب، ايا كان المكان ده. تمام. ايد، رجل، بطن، ظهر، ايا كان في. تمام. اي حته وتنطبق عليه الاربع جمل دي، ده مش هيروح غير بالشفط. ليه؟ تمام. يعني بيبقى فيه كتله خلايا دهنيه زياده في الحته دي، عامله عدم تناسق مع الجسم العام، كله ماشي كده ودي طالعه لنا كده. فهنشيلها، هنسويها. طب هل يا دكتور الرجاله زي الستات يعني، ولا تختلف من راجل؟ لا بتختلف يعني. بصي هو في اماكن عامه مشتركه كده دايما بتضايق، يعني دايما حزام اسفل البطن ده دايما منطقه مزعجه للرجاله والستات. اه بيضايق الرجاله اكتر كمان يعني. اه ويخلي شكل البدله مش حلو. اه يخلي شكله، مش فدي خلص. منطقه من المناطق المشتركه. التوزيع، الاختلاف الهرموني ما بين السيدات والرجاله بيخلي توزيع الدهون بشكل او باخر مختلف هنا وهنا. بس عموما هي منطقه البطن دي مشتركه بين كل الناس، مزعجه جدا. صحيح. لو ما عندناش ترهل في الجلد وترهل في عضلات البطن، شفط الدهون ده بيبقى حل ممتاز. ما انا كنت عايزه اسال حضرتك يا دكتور، شفط لو في ارتخاء في عضلات البطن قبل العمليات، ده بيأثر على نجاح العمليه ولا ملوش علاقه؟ لا لازم تبقي يعني، لو احنا هنتكلم عن منطقه البطن تحديدا، خصوصا في السيدات اكثر من الرجال، خصوصا في السيدات اللي مروا بتجربه ولاده وحمل اكثر من مره. لازم تبقى فاهمه ان منطقه البطن دي ثلاث حاجات، عضلات ودهون وجلد، وكل حاجه من دول لازم تقيم علشان تبقى عارفه نتيجه الكلام ده. لو العضلات ضعيفه هتبقى عارفه ان لو اتشفط الدهون برضو البطن مش هترجع فلات كده، لان في عضلات مريحه. لو في جلد مترهل هتبقى فاهمه ان شفط الدهون برضو مش حل، علشان شفط الدهون ده ما بيصلحش مشكله الجلد. طب الحل بيكون ايه؟
لا ساعتها بقى هنروح لمرحلة تانية بقى اسمها شد البطن، علشان نشيل الجلد الزيادة والدهون نشيل الزيادة العضلات. ونشد العضلات المترهلة وتصلحيها بقى من أولها لآخرها، فترجع زي فلات كده فلات. زي ما كانت بنوتة زمان. بس ده الحل ده بنتكلم فيه لما نقول خلاص بارك الله فيما رزق ومش ناويين يبقى فيه مفيش بيبيهات امل تاني. تاني. إنما شفط الدهون في الحتة دي بالظروف دي في وجود عضلات مرتخية وجلد مترهل، لا مش هو الحل الأمثل خالص. ده في ناس كمان بيبقى معاها فتق من الولاده من، فلا صحيح لا خالص ما فعلا بيبقاش صحيح. ساعتها شفط الدهون هو الحل. طب لو انا دكتوره طبعا ايه مميزات العمليات بتاعت شفط الدهون البطن؟ مميزات شفط دهون البطن او اي منطقه تانية، ان انا الحته دي مضايقاني ومخليه شكل العام مش متناسق، فانا عايزه اتخلص منها، انا عايزه اظبطها. بما معناه انا ممكن اكون شخص مليان بس عندي شوية ديفوهات، لو اتصلحت هبقى مليانة ومتناسق وشكل اللبس عليا حلو، تمام. أو ممكن أكون شخص رفيع وعلى الميزان مظبوط وكل حاجة ومش متناسق، وعندي الشكل مش حتت برضو متناسق. مضايقاني ومش متناسقة، وتظبيطها الخارجي خلاص هيصلح لي الموضوع. تمام. علشان كده لما بمناسبة التخن والرفع، لما حد بيجي يتكلم على شفط الدهون ويربط معاه طب أنا وزني هيبقى إيه بعد العملية، أقول له لا سوري دي مش بتاعتنا، شفط الدهون لتنسيق القوام الخارجي ملوش ملوش علاقة علاقة خالص. خالص بالميزان. دي معلومة يعني كتير ناس مننا كتير من يعني متعرفش حاجة عن المعلومة ما دي، احنا يعني اتفقنا ان احنا كلنا بيبقى عايزين رايحين. نقول بقى الحاجات اللي بتدور فعلا. في ذهن صحيح. الناس وليها علاقة بالموضوع وعايزين نوصلهم صح. شفط الدهون لتنسيق شكل خارجي مضايقني، انا راجل والجناب دي مضايقاني علشان شكلها في البدله مش حلو، انا كل لبسي انا بوزني كويس وكل حاجه بس انا بضطر اجيب الجواكت نمره اعلى علشان علشان دراعاتي تداري. دايما صحيح. علشان تداري اكتر، ماسي جاي. او العكس ده صحيح. ده قصه، وان انا عايزه اعمل شفط دهون علشان الميزان ده قصه تانية. انا عندي مشكله دايما، المشكله الموضوعيه حلها موضوعي، انا الحته دي مضايقاني يبقى انا هتوجه لها، دراعي بطني جنابي ظهري الباك رولز والحاجات دي ايا كانت المشكله، طالما مشكله موضوعيه هتعامل معاها هي مباشره. انا وزني يبقى احنا تحولنا لحاجه عامه، وزني بقى يبقى احنا هنقيم انا محتاج اعمل رجيم، محتاج العب رياضه، محتاج اعمل عمليه من عمليات جراحات السمنه زي التكميم وتحويل المسار، ولو الوزن اوفر قوي ده موضوع تاني. الشفط وتنسيق القوام يعنى به فقط التعامل مع الشكل الخارجي، الفريم اللي بره، الفريم اللي بره عايزينه يبقى متناسق، للسيدات تبقي كيرفي كده وحلوه ومتناسقه، مفيش حاجات قد كده طالعه مخليه شكل الهدوم مهما كانت غاليه ومهما كانت شيك شكله ومهما مش كانت زي مهما كانت مش كويس، هي ليه شكلها عليها مش حلو، شكلها على الملكان مختلف صح بالظبط. فشكل الشكل الخارجي ده مش علاقه بالميزان. يبقى معنى كده ان الاوزان العاليه يا دكتور ما ينفعلهاش اي عمليات شفط دهون. ينفع لو الهدف ان انا عندي ديفوهات مضايقاني بنسق شكلها تنسيق الخارجي بس لكن مش عشان حتى وانا مليان يبقى شكلي حلو، يبقى شكل اللبس عليا حلو ممكن، انما انا جاي يشفط انا مليان علشان وجاي اخس يشفط ما عشان ينفعش. انزل على الميزان لا. ما ينفعش. عشان كده مرحله ما قبل العمليه الحوار لازم يبقى مفصل دايما، انا دايما حتى اقول لعيانيني دي مرحله الرغي، عادة احنا نحكي كتير 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 وتقولي لي كل اللي في بالك سواء رجل او سيده، انت جاي لي ليه؟ ايه هدف الزياره؟ طلباتك ايه؟ فانا اقول لحضرتك بقى والله طلبك ده متاح وممكن تحقيقه بالطريقه 1 2 3 4، او لا والله طلبك ده مش عندي. يعني ممكن في ناس مرضى يعني ينفع يتعمل لهم العمليه ومرضى ما يتعملوش برضه العمليه الشفط؟ ناس كتير بيقولوا لهم لا اللي انتوا عايزينه ده مش عندي. انا ما انا وأوز ما مثلا كان عندي مريضه من قريب وزنها 120 كيلو تمام، وانا جاي اشفط وهنزل بقى قد ايه؟ ولا هتنزلي ولا حاجه. الدهون خفيفه اصلا، بتبقى خفيفه عن الدهون الميزان. الخارجيه فعلا اللي بتعمل خفيفه عن الشكل ده الميزان. خفيف، الى جانب انها كانت مليانه بس متناسقه، انا مش شايفه فيها ديفو محتاج يتشفط، فدي حلها مش عندي. يا تعملي رجيم رياضه وما الى ذلك، لو انت مش قادره بقى تلتزمي للكلام ده هنتجه لجراحات السمنه ده قصه تانية. بيجي لي ناس اقول لهم لا اسفه حلك مش عندي، مش الحل شفط الدهون في قصه زي كده. انما لو هي مليانه وعندها ديفوهات وانا والله راضيه بنفسي كده، انا حره ان انا مليانه مش عايزه اخس، لا بس في بس ناس انا ده كتير اللي برضه مضايقني اوكي اساعدك ماشي. في ناس كتير قوي ما ترضيش يعني ان موضوع الجسم ده بيبقى زايد قوي قوي وبيزيد اصلا كمان يعني.
ومتخوفين من جراحات السمنه وما الى ذلك، بس طبعًا. نفسي يبقى شكلي افضل شويه. وفي ديفوهات موجوده، ممكن نتعامل مع هذه الديفوهات فقط مع التوضيح، ونحط 10,000 خط انه ده ملوش علاقه بالميزان. ده بالعكس بقى، اول كام يوم بعد العمليه هيبقى وزنها زايد عن الطبيعي. ليه؟ ده سببه ايه بقى؟ احنا طبيعي بعد العمليه بيحصل فيه تورمات، اول يوم كده يومين بتبقى الدنيا ظريفه ولطيفه، انما رد فعل طبيعي لاي عمليه، شد، شفط، واتفر، اي عمليه هتتعمل الجسم بيحصل فيه تورمات في الاماكن اللي عملنا فيها العمليه. كدمات نتيجه كدمات وزرقان وتورم الجسم بيلم ميه، الميه دي بتوزن. فاول يومين ثلاثه بعد العمليه هيبقى وزنك زايد كمان، مش قليل. بعد بقى ما التورمات دي تروح هترجع لوزنك الطبيعي، انما يقل بدرجه ان لا انا احنا شلنا كام لتر وده هيوزن كام، لا خالص مفيش الكلام ده. طب هل يا دكتوره يعني بعد العمليه ممكن الجسم يرجع ثاني؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا اتفقنا ان احنا بننسق شكل خارجي. تمام. فافرض انا اتخنت، هتخن بس هتخن على بعضي وارجع انزل على بعضي، انما الديفو تاني يرجع يطلع يعني لازم لا ما احنا سويده. في حاجات معينه بيمشي عليها بعد العمليه. انا عملت عمليه وتعبت وخدت متر ولبست كرسي مش عارف قد كذا، يعني كمل بقى لو مش ناوي. يعني برضو دي جمله بقولها بستخدمها مع مرضايا، لو انت مش ناوي تعدل في سلوك حياتك علشان تحافظ على اللي عملته يبقى بلاش انت تعمل عمليه خالص. وفر انت مش عارف. طب هل يا دكتور في اشخاص بتبقى عندهم مثلا حاله، يعني حاله صحيه مثلا يعني ما ينفع لهمش اي نوع من عمليات الشفط خالص؟ زي مين مثلا؟ زي مين؟ زي اي حد مثلا عنده خلل شديد في وظائف الكبد، خلل شديد في وظائف الكلى، خلل شديد في وظائف القلب. لا ما تعملش. ما ينفعش. يعني احنا بنعمل حاجه جماليه. ما ينفعش قصادها اخاطر بالصحه العامه. طب هل ليه علاقه بالسن؟ ملناش دعوه. العمر عمر الوظائف. يعني لو حد مثلا عنده 50-60 سنه وحالته العامه كويسه، ضغطه كويس، سكره كويس، ما عندوش مشكله في القلب ولا في الكلى ولا 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 ولا، ممكن نعمل حاجه تجميليه. العكس بقى، حد عنده 20-30 سنه والكلى مش مظبوطه والكبد مش مظبوط والسيوله مش مظبوطه لا ما يعملش. فالعمر ساعتها عمر الوظائف، انت بتقيمي الوضع العام العيان كله على بعضه. طب في نقطه يا دكتور بقى كل متخوف منها، يعني اي حد بيبقى مقدم على عمليه الشفط بيبقى خايف، مش فاهم هل هي مثلا بتقنيه معينه بالليزر او بعمليه جراحيه، يعني هي بتبقى عباره عن ايه يعني شفط الدون، ولا في انواع ليه ولا؟ هقول لحضرتك، الليزر والفيزر والجي بلازما والبادي تايت واجهزه كتير بقى الناس هتلاقيها بتسمعها على النت، كل دي حاجات مساعده، دي خطوه زياده لعمليه الشفط، مش حاجه بتنتقص. يعني الشفط ليه خطوات، احنا بنحدد المناطق اللي هنشتغل فيها، بنحقن مواد ليها وظيفه معينه بتخلخل الدهون وتقلل الفخذ الدمويه و كده، يعني دي خطوات هتتعمل. لو انا هشفط بس يبقى انا بعد ما احقن هنتظر شويه وبعدين ادخل بجهاز الشفط ونشفط الاماكن اللي احنا اتفقنا عليها وخلاص، والعيان يلبس الكرسي ويطلع الريكفري وخلاص وانتهينا. لو في بقى ليزر، فيزر، جي بلازما، واتيفر، اجهزه من الاجهزه المساعده، باور اسيست، في اجهزه كتير بنستخدمها بتساعدنا في الكلام ده، ليها ظروف معينه بنستخدمها فيها، دي بتبقى خطوه زياده. زياده ما بين الحقن وما بين الشفط الفعلي. احنا بندخل جهاز الفيزر ده او الليزر، بيبقى ليه مهمات محدده. مهمته باختصار برضو علشان نبقى وضحنا للناس النقطه دي، سواء ليزر، فيزر، راديو فريكونسي، ايا كان، هي اجهزه بتصدر نوع من الحراره بتساعدنا على اذابه قدر اكبر من الدهون، وبتشتغل على بروتينات الجلد والبنيه التحتيه للجلد، الكولاجين والالاستين، علشان تشد الجلد شويه. ده ليها عيانها المنتقى، يعني علشان حد يجي يطلب انا عايز اشفط بالفيزر، اوكي، بس انت ممكن ما تكونش محتاجه. يعني حضرتك اللي وفي ناس ما ينفعش غير ان احنا نعمل لهم بالاجهزه دي. طب لو قلنا ايه احدث الاجهزه دي دكتوره بقى؟ هقول لحضرتك الفيزر بقى جهاز لطيف ومتاح، والليزر جهاز لطيف ومتاح وفي جنريشنز جديده منه. الجي بلازما بقت حاجه متاحه، بس برضو لازم يعني كل حاجه من دول لازم تنقلها عينها المناسب ليها. يعني مش موضوع ان هو حاجه حديثه بتشتغل على كل الحالات. ما فيش حاجه تنفع لكل الناس. تمام. يعني انت حضرتك كل مريض بتفصل له ما يناسب وضعه وما يناسب حالته، انما عشان نقول ان في حاجه واحده مناسبه لكل الناس
لا مش صح، مش صح. في حد محتاج وحد مش محتاج. يعني اللي مش محتاج هذه الأجهزة والوسائل المساعدة، أنت لما بتحطها عليه بتحط عليه تكلفة إضافية ملهاش لازمة. تمام. واللي مش محتاجها أنت بتبقى انتقصت منه حاجة ممكن تضيفها له. قصدي اللي محتاجها، اللي محتاجها وما يستعملهاش بتبقى انتقصت منه إضافة ممكن يضيفها له. تمام مثلا مثلا يعني لو حد عمل شفط قبل كده في أي في البطن مثلا، تمام. عشان حضرتك مهتمة بمنطقة البطن. اصل دي اهم حاجه والله بالنسبه للرجال يعني. بينا بالنسبه كلنا للرجال بصراحة. قوي يعني، دي اهم حاجه بينا بنتكلم كلنا. عليها. حد شفط بطنه قبل كده لأي سبب من الأسباب ومحتاج لأي سبب إن تمام أنا أعيد الشفط في نفس المنطقة، تمام لازم أستخدم جهاز مساعد. يعني ساعتها شفط بس بالأجهزة التقليدية مش هينفع، تمام محتاج حاجة معايا تساعدني لأسباب فنية يعني في الشغل، في التصاقات وفي تليفات وفي 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 وفي، فببقى محتاج باور اسيستد، فيزر، ليزر، حاجة كده تسهل إننا نوصل للهدف اللي احنا رايحين نعمل تاني علشانه عملية. ففي الوضع ده استخدام أجهزة مساعدة ده حتما ولا بد، مش هتاخد نتيجة من غيره، لازم لازم لازم. ده مثلا مثال. انما في الاوقات العاديه لو احنا جايين بنبتدي دي اول مره نعمل عمليه، لا مش شرط. بنقيم الوضع العام وكميه الدهون الموجوده وخامه الجلد الموجود ونقول لا احنا محتاجين جهاز مساعد ولا مش محتاجين. طب ايه اكتر منطقه يا دكتور بتستجيب للشفط بسرعه؟ لا ملهاش علاقه، يعني مفيش مفيش لا يعني دهون عنيده بتبقى في اماكن معينه مثلا لا تبقى لا دهون ملهاش عنيده قاعده صعبه؟ خالص. في في الجمله دي صحيحه، في دهون عنيده، وهي الدهون العنيده اللي احنا قلنا عليها من الاول اللي هي بتنطبق عليها الاربع شروط، وانا رفيع مضايقاني، وانا تخين مضايقاني، وانا لا مستجيبه للرياضه ولا مستجيبه للرجيم، دي دهون عنيده. فين بقى فعلا ملهاش قاعده؟ ملهاش. في ناس او هتلاقي الناس بتقول لك انا بتخن من دراعي، انا بتخن من رجلي، ده صحيح انا فعلا. بتخن من جنابي، ما حتى الناس اللي بتروحش. اوزانها مظبوطه جدا بتبقى ملهاش لا علاقه، فيها ديفوهات تانية ملهاش فيها علاقه، دروس. ملهاش علاقه. انا كان عندي كان عندي مره مريضه، هي يعني ده هي مش مظبوطه، ده تميل الى النحاف، هي ما عندهاش بس غير شويه جناب صغيره زايده، وما راحت مكان ما وقال انا هنعمل رجيم الارداف. ما فيش حاجه اسمها كده، ما كنت لسه مفيش حاجه هسأل اسمها كده، دلوقتي. مفيش حاجه اسمها. احنا اتفقنا المشكله الموضوعيه حلها موضوعي، موضوعي المشكله العامه حلها عام. حلها يعني الحاجه اللي باكلها ببقي بتروح لجسمي كله، بتوصل للجسم كله. والحاجه ده اللي صحيح. بمنعها بتتمنع على الجسم بتتمنع على كله. الجسم مفيش حاجه كله اسمها صحيح. رجيم الارداف، رجيم الدراعات، رجيم الرجل، مفيش على حاجه اسمها فكره دي كده. نقطه مهمه جدا يا دكتور ان حضرتك توضحها للمشاهدين. يعني في ناس كتير هتقول لك ايه، انا هعمل رجيم علشان اخسس بطني، هعمل رجيم علشان لا لا اخسس مش حاجه اسمها دراعاتي. كده. رجيم حاجه بتدخل جوه الجسم باكله هتروح لجسمي كله، يبقى هتأثر على جسمي كله مش هتأثر على حته واحده. المريضه دي بعد ما عملت رجيم الارداف النتيجه اللي وصلت لها انها اتحولت لهيكل عظمي فعلا، عشان والحته اللي مضايقاها ما زالت ما زالت موجوده موجوده وشفطت صحيح. برضه. طب ده بيبقى اسبابه ايه يا دكتور؟ يعني اسباب عدم الدهون الرياضه عني، مثلا؟ لا الجمله اسباب اللي حضرتك استخدمتيها دي حلوه، الدهون اللي في الحته دي عنيده. عنيد. احنا بنسميها الريسبتورز، المستقبلات اللي في الحته دي، وبتختلف من شخص لاخر. عنيده، غير مستجيبه يعني للرجيم. هي بترجع للوراثه مثلا ولا بترجع العامل عدم الوراثي ليه دور. اكل صحي طبعا. مثلا؟ يعني لها لا اسباب بصي، ولا هي هي العامل بتبقى الوراثي ليه دور، العامل الوراثي ليه دور كبير. هتلاقي مثلا انا جسمي زي والدتي، زي خالتي، زي عمتي، وفي طفرات ملهاش علاقه بالموضوع. بس لا الوراثه ليها جزء كبير في الشكل التوزيعات العام، الجسم. شكل الكمثرى، شكل التفاحه، انت عارفه بقى طب لو الاشكال انا مثلا بتاعتهم. بالنسبه للاستعداد للعمليه، عايزين نتكلم برضه للاستعداد العملية. جميل. الاستعداد العملية، الاستعداد العملية هنقول الآتي، إن احنا لازم هنعمل تحاليل أساسية تمام. نطمئن بيها إن احنا الحالة العامة جيدة وما عندناش ما يمنع صحيا. وظائف الكبد مظبوطة، وظائف الكلى مظبوطة، القلب مظبوط، صورة الدم مظبوطة، السيولة مظبوطة، يبقى حلو نتوكل على الله ونعمل يعني انا العملية. بشتغل اول حاجة بيشتغل عليها المريض اول ما بيوصل لحضرتك، اهم حاجة ان هو يعمل التحاليل دي. نطمن على الصحة العامة. احنا سواء هناخد مخدر موضعي، هناخد مخدر كلي، هناخد مخدر نصفي، ايا كان، زي ما اتكتبوا نطمن على الصحه العامه. الصحه العامه كويسه، نبتدي بقى نتكلم في التفاصيل. احنا هنعمل واحد اتنين تلاته، هنعمله على مرحله او على مرحلتين. مهم جدا من الحاجات اللي بوضحها للمرضى ما بعد العمليه، احنا ما بعد العمليه هنمشي ازاي، هتحس بايه، وتلبس كرسي قد ايه، وتفضل ورم قد ايه، و و و علشان ما ما ينفعش تتفاجئش. تيجي تقولي اصل ما انا تتفاجئش. ما تفاجئش، اصل انا كان عندي فرح بعد اسبوع انا هحضره ازاي كده. صح. لا،
يعني اللي عنده مناسبة، عروسة عايزة احضر فرح، حاجة تخصني او حاجة تخص غيري، لا بمحضرة قبلها بشوية لان الريكفري محتاج وقت. يعني بيكون في نظام للاكل والشرب وكل حاجة. لو في نظام للاكل والشرب طبعا بيساعد، بيساعد كتير، بس احنا مثلا فيما يختص بشفط الدهون تمام، هنقول ما بعد العملية احنا بنطلع متربطين الجزء اللي مشفوط، بطن، ظهر، رجل، ايا كان الجزء المشفوط هيعامل نفس المعاملة ايا كان مكانه. هيتربط بحاجة اسمها رباط ضغط لاصق، فوقيه كرسي، الكرسي ده هيتلبس من 6 لـ 8 أسابيع تمام. بيبقى فيه تورمات، أحيانا بيبقى فيه زي الكدمات في الأماكن اللي اتشفطت دي، بتاخد وقتها وتروح زي أي كدمة، بتفرق من شخص للتاني. أنا الكدمة عندي بتروح في أسبوع، فلان بتروح في أسبوعين، أيا كان مش حسب هتفرق، طبيعة الجسم. حسب طبيعة الجسم. بعد الكدمات دي ممكن يبقى في مكانها شوية غمقان، الإحساس بيها بيبقى مش طبيعي، حرش. كل دي بنقول عليها تبعات بتروح مع الوقت، مفيش مشكلة، بس لازم الشخص يبقى فاهم ان الكلام ده هياخد وقته. انا مش النهارده وارم وبعد اسبوعين فري، لا القصه متناقصه، بياخد وقت يعني. باخد وقت، انا ممكن ورمي يقل في اسبوعين، غيري محتاج شهر، بتفرق من شخص للتاني. في حاجات بنعملها تسرع، في حاجات بنعملها تسرع، تمام. بس الفكره ان يبقى فاهم ان انا عندي وقت. طب وارجع شغل امتى؟ لو احنا دي شافطين اهم حته حاجه واحده برضه. ممكن ارجع كمان 3 4 ايام، لو احنا شافطين ايدين ورجلين وزونز كتيره لا ينفعش. ممكن اقول اجلها اسبوع. ورجوعي للشغل غير التخلص من كل التبعات، يعني انا ممكن ابقى لسه وارمه شويه ولسه مزرقه شويه وارجع اشوف شغلي عادي بيكون في ولابسه الكرسي اللي احنا اتفقنا ان هو موجود من 6 لـ 8 اسابيع. بيكون في مشاكل برضه. مش مشاكل، بنسميها تبعات اكتر من مشاكل. يعني في قصه شفط الدهون دي، يعني في عمليات تانية بيبقى متوقع فيها مشاكل، انما فيما يختص بشفط الدهون لا، بنقول ان هي تبعات متوقعه اكتر نلتزم من مشاكل، بالعملية زي عشان تطلع التورمات مظبوطة. والازرقاق في الزرقان في بعض الاماكن، الغمقان في بعض الاماكن بعد الزرقان، الاحساس ان انا دي غير دي في الحته اللي اتشفطت، كل ده كلام بيروح بياخد وقت وبيروح، وبنرجع لاحساسنا الطبيعي. يعني انا لازم كده اول ما افكر ان انا ادخل العمليه لازم اكون جاهز من كل حاجه. ما انا بقول لحضرتك انا بحب احكي التفاصيل عشان تكون جاهز وما تتفاجئش. يعني مثلا حضرتك عندك، انا واخد اجازه 3 ايام، انا عندي برنامج بعد 3 ايام هقدمه، هقدر اطلع؟ هقدر اطلع اقدمه في ناس ممكن تقول كده. مثلا، هقدر اطلع اقدمه؟ فحسب احنا عاملين ايه. لو احنا عاملين مثلا الحزام الاسفل بتاع البطن بس، هقول لك لا خد لك يومين وروح شغلك عادي واتحرك وسوق وروح وتعالى ومفيش مشكله خالص. كل ما قلت المساحه اللي احنا بنشتغل فيها كل ما كان الريكفري اسرع، تقدر ترجع شغلك اسرع. يعني يعني الراحة دي استاذنك مهمة. يا دكتور، معلش يا سيري يا استاذ رمضان، استاذنك نطلع فاصل بس نرجع نكمل مع بعض. ورجعنا لكم بعد الفاصل، والحقيقه في سؤال مهم جدا لازم نساله للدكتور قبل ما نختم الحلقه. دكتور بقى عايزين نعرف من حضرتك، امتى حضرتك بتقرري ان الشخص لازم يعني لازم ينفع معاه عمليه جراحيه، ما ينفعش معاه اي تقنيه من اي تقنيه من تقنيات شفط الدهون المتاحه؟ لو في ترهل، لو في ترهل شديد في العضلات او في الجلد، لا مش يعني مش هيستفيد من شفط الدهون. بشرح كل الكلام ده، ان احنا شفط الدهون هيبقى بيأثر على كتله الدهون الموجوده شلناها، انما لا هيأثر على العضلات المترهله ولا على الجلد المترهل. لو في درجه عاليه من الترهل في الجلد او العضلات في المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها، سواء بطن او دراعات او سيقان، لا بيبقى القرار جراحي. جراحي على طول، بيبقى القرار ده جراحي. بتقرريه من الاول خالص، يعني حضرتك بتشوفي الجلد قلنا فيه ان ترهلات لازم قبل اي حاجه يقيم خالص. كل المنطقه اللي بنتكلم عليها، لازم تقيم تقييم تام للثلاث نقط دي، العضلات والدهون والجلد، وايه المشكله اللي موجوده للشخص ده، هل في جلده ولا في دهونه ولا في عضلاته ولا في الثلاثه، ولما توجهي الحل لانهي فيهم هيستفيد، ولا هم يصلحهم كلهم. بس ده قبل العملية يعني، ولا قبل؟ أثناء، ولا أثناء لا حضرتك قبل بتكتشفي؟ ما بنتوجهش للجراحة إلا وإحنا مقيمين ومقررين كل الخطوات اللي بنعملها، ومتفقين ومرتضين، وحكي كل التفاصيل كل بكل حاجة. ما بعد العملية زي ما حكيت لحضرتك. طب لو قلنا على السريع، بس على السريع عشان وقت حضرتنا خد، لو قلنا لو حبينا إن حضرتك تقولي للمشاهدين حاجة، تقول لهم إيه؟ أقول لهم إن عايز أكد على نقطتين، إن يا جماعة ما تربطوش شفط الدهون ده بالوزن اللي يعني ده، دي قصة ودي قصة. والمكان تاني اللي ينطبق عليه الأربع جمل اللي قلناها دول،
مضايقني وانا رفيع وانا تخين ولا بيستجيب للرجيم ولا رياضه، ده حل الشفط، ما تتعبش نفسك اكتر من كده. طيب تمام، احنا بس استاذه حضرتك عشان بس وقت حلقتنا خلص، فطبعا عاملين مفاجاه بسيطه كده للاستاذ يوسف. حاجه بسيطه جدا يا دكتور مقابل ضمن البرنامج. شرفتينا يا دكتور ونورتينا واسعدتينا فعلا بلقاء حضرتك، واستفدنا كتير جدا فعلا من كلام حضرتك. كانت حلقه جميله جدا، وان شاء الله برضه يكون لقاءات ثانيه. بس حضرتك بقى توعدينا ان شاء الله حضرتك تكون معانا في حلقه ثانيه ان شاء الله. باذن الله ميرسي خالص. كل ميرسي يا دكتور، ميرسي لحضرتك. اتفضل يا استاذ يوسف قدام جنب الدكتور. حضرتك طبعا بسرعه اتعملت يعني. ميرسي والله خالص، ميرسي يا استاذ يوسف. استاذ يوسف دايما بيفاجئنا كده بالمفاجآت بتاعته الجميله دي يعني. ميرسي خالص كلك ذوق. مشاهدينا كده تكون انتهت حلقتنا، يا رب نكون وفينا بكل المعلومات. اشوفكم في حلقه جديده ومعلومات جديده، والى اللقاء.